انت قاعد تصلحه او تخربه. فلانفسهم يمهدون، جالس يفرش له فرش تحت، زي ما انت قاعد تاثث بيتك فوق برضو في بيت لك تحت. طيب وش بعدها؟ او يوم العرض في 50,000 سنة. المهم الذرة هذه إذا دخلت انتبه أنك تشوفها، فلازم تنظفها على طول. الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، والله أنت تشوفها، تشوفها في نفسك، في مالك، في ولدك، في زوجتك حقت المستقبل. يختار لك الله على أساس الذرات اللي قاعد تدخل، يصور لك كل الأشياء اللي في المستقبل. وحتى أختنا الكريمة الآن كل ما دخلت ذرة كل ما جاب لها الله سبحانه وتعالى واحد فيه شر. طيب ذرة ثانية جاب لها واحد فيه شر ثاني وتعذيب. طيب والشر والخير؟ عشان كذا ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل. طيب نشوف الجبال عادي، لا لا لا، يرى ذنبه كأنه جبل. هو يعني الجبل هذا ما هو جبل جالس في الأرض كذا مثبت، لا هو فوق، هو واقع به، يعني بيطيح الذنب تخر بيطيح الآن، عاد بشوفها الحين، يطلعت من بيتي، في نفسي، في أهلي. طبعا أحيانا واحد يقول والله عصيت عصيت ما صار لي شيء، هذا أسوأ من لو صار لك كل شيء، لأن في عذاب في القرآن. أحبتي بعض الناس يقول فلان والله يعصي وما في العافية، وهذا يطيع وما أموره متكدرة، صح؟ هو الآن هذا اتهام لله سبحانه وتعالى بأنه ظالم، حتى لو ما قلت أنه ظالم، يعني كنت تقول تزعم أن اللي يطيع الله ما يعطيه، صح؟ لا لا لا، الفرق بين هذا قاعد الله ينظفه بسرعة، أي ذنب عنده الله ما يبغى النار تلمسه، فيطهره بأشياء تافهة هنا. أما الثاني والعياذ بالله لا. طيب هل هذا أصلا لو أن ذهب أن فيه إنسان يسوي كل المعاصي وعنده كل النعم، هل هو معذب الآن؟ الآن ولا مو معذب الآن؟ ها أحبتي تخيل واحد عصى اليوم جت السيارة، عصى بكرة شوي لا جاية ترقية، عصى بعد بكرة لا والله متزوج، عصى بعد 3 أيام إلا والله جاية السفرة. المهم منه مدلع. هذا الآن، الآن قبل الآخرة، هو معذب أو لا؟ نعم. طيب لا، أنا سؤالي هل هو معذب أم لا؟ لا مو معذب. مو معذب. طيب مو معذب، يا سلام عليكم. هذا فهمنا الخطأ اللي لازم نصححه الآن. هو الآن في عذاب، من اللي يقول هذا الكلام؟ مجرد أني أنا ما بيني وبين المعصية إلا أن أشتهيها، وما بيني وبين المعصية لأني أقدر عليها، أنا في عذاب شديد. من يقول هذا الكلام؟ يقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن. طبعا عدم فهمنا لهذا الشيء هو اللي خلى الناس يقولون طيب فلان يعصي وفالها مسوي، لا. يقول الله سبحانه وتعالى، شوف الفاهم الفذ، إبراهيم عليه السلام رجل فاهم، هو ملقى في النار وما سمى هذا عذاب، صح؟ يعني يمتحن في عرضه، في زوجته، في سارة، ويمتحن في ولده إبراهيم الذي وفى، ضرب 100% في كل الاختبارات. الله يا رب أن تجعلنا من الذين وفوا يا رب. إبراهيم عليه السلام يقول لأبوه، شايف أبوه، هو أبوه مسوي كل شيء، مسوي الكفت، ومع ذلك لا مرض ولا شلل ولا أي شيء ماشي. فيقول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي يا أبتي إني أخاف. إيش أخاف منه؟ ما قال أخاف ينزل عليك صاعقة من السماء تحرق كنت واقف عند الأصنام، لا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إيش شكل هذا العذاب؟ ما قال تنشل، يجيك حادث، يجيك ورم سرطاني، لا، هذه ميب عذاب، هذه تكفر ذنوبك أصلا. أجل وش العذاب؟ أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا عذاب؟
اي عذاب. السلام. شفت العذاب وشكله؟ يقول مجرد انك انت اي شيء يقول لك الشيطان سوي تسويه، انت الان معذب اصلا. واضح احبتي؟ عشان كذا يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار، انعم واحد، واحد ما قد شاف لا مرض، ما يعرف اصلا شيء اسمه مرض، ولا عنده ملف في المستشفى، ولا عنده اي قضيه مشتكى فيها لا دين ولا اي مشكله. فيغمس في النار غمسه واحده، فيقول لها الله: هل مر بك نعيم قط؟ تذكر اني زعلتك في الدنيا، فرحتك في الدنيا يوم؟ يقول: وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط. اقسم بالله ما قد شفت اصلا شيء زين. ويؤتى بأنعم بأبأس أهل الأرض، واحد مسجون ومشرد وعايش في ملجأ والبرد يضربه من كل مكان، وعياله يشوفوا يموتون جوع قدامه، بلاوي كل أبأس واحد في الدنيا، يعني جمع جميع المساوئ وحطها في حياته. قال فيغمس من أهل الجنة، قال فيغمس في الجنة غمسة، فيسأله الله عز وجل: هل مر بك بؤس قط؟ هل قد ضيقت صدرك في الدنيا على نفسك ولا على أحد عيالك؟ يقول: وعزتك وجلالك ما مر ببؤس قط، أقسم بالله ما قد شفت أصلا، ما أعرف شيء اسمه حزن. إذن قضية أني أكون للشيطان وليا هذا الحالة عذاب، فلا تلوم، لا تحسد أحد على عذابه. طيب الآن، ففي ناس الصنف الأول يعني يعلم أنه غلطان وتلقى قاعد يجاهد نفسه، وإذا أذنب ذنب يجاهد نفسه عشان الله سبحانه وتعالى يطهره من هذه ويمشي. يقول ابن مسعود في البخاري: والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به. فاللي عنده جبل بيطيح فيه، لأن ما دام دخلت المعصية بتشوفها في نفسك، في أولادك، في أحد، شيء يضيق صدرك اليوم، بكرة، بعد بكرة. فإذا صارت هالقضية إيش اللي يصير؟ تلاقيك تسارع أنك توخر هالجبل عنك بإيش؟ إما توبة تمسح الذنب عشان ما تشوفه أنت، هو كتب بتشوفه، يرى هو، واللي قال يرى من هو؟ اللي يقدر يخليك تشوفه، صح؟ الله قال خيرا يرى وشرا يرى. هذا يخلي المؤمن أول ما يذنب مباشرة يسارع للتوبة. طيب لو لقى خير مهما كان قليل تلقى يسويه، لأنه عارف أنه إيش قاعد يلقي الخير والشر في مستقبله، هو هذا الطريق، كنت صورة مستقبلك أنت. قال والمنافق في الحديث: والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب. دخل مجلس واغتاب وطلع عادي، قال قلنا استغفر الله. يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني انتهى، كم تكلفك هذه؟ استغفرنا يا أخي، خلاص راح. هذا الصنف من أسوأ الأصناف اللي هو المنافق هذا. فتلقاه طبعا بعضهم خلاص هو أصلا بيفعل المعصية، بيفعل المعصية مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني صاحب الهوى بيفعل المعصية بيفعلها سواء لقى فتوى أو ما لقى فتوى. عشان كذا شبهها الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بإيش؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا لقى فتوى توافق هواه أمور كويسة، قال لك فيها حبيبي محللها واحد، ها؟ مو ترى فيها خلاف. وإذا ما لقى أصلاً هو بيعصي، فبيقول لك إحنا ملائكة، واضح يا جماعة؟ فإذا لقى لا أحد يحللها هو أصلاً بيتبع هواه. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال فمثله هو والعياذ بالله كمثل الكلب إن تحمل عليه، طيب وين تركته؟ يلهث. هو لقى فتوى خذها، وما لقى فتوى وراها هو بيسوي ناوي. عشان كذا الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء، قال أرأيت، اي والله راينا كثير، الله لا يجعلنا منهم، من اتخذ، يقول العالم عندهم المؤمنين عندهم قران وسنه، هذا عنده هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون علي وكيلا. بعض الناس يناقشه في تويتر يقول له الشيخ قال والدليل، هو يا شيخ ما هو بيم دليل، هو اصلا بيسوي اللي قوي اللي مشى معك. طيب حتى لو تقول بيت شعر مشى معك، احد السلف كان على جريف، يعني على هو بيعصي ومشتهي خمر بس عادي، يعني عن قولته واذن وراح يصلي مشتهي ومستهي، ايوه يبغى يطقطق. فاللي قاله واحد رايح للحانه فقال له وين بتروح؟ قال بروح اصلي. قال تعال بحال خلنا نصقع لنا كاس.
فقال لا والله بروح أصلي. طبعا هذا وده وده بس يدفى شوي. أيوة. فقال لها دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. قال يلا مشينا جل. ففي ناس كثير من هذا الصنف أصلا هو ما يحتاج، هو ما يبغى له أصلا مثل ما تفضلت، بس يدور أي فتوى. فتلقى مثلا يجيه قضية، هو مثلا يبغى زوجة تتبرج فيروح يدور لفتوى، بيلقى له أكيد واحد، أما أنه مضل ولا أنه ضال ولا أنه زل. عشان كذا جاء الدين عشان يفصل لنا كل القضايا هذه. كلام مهم يا شباب ركزوا. طبعا فيش واحد أسوأ من هذول كلهم، اللي هو ما هو بس يعني يعمل معصية وما يندم، ولا هو بس فقط أنه يدور شيء يحل نفسه ويعني يفعله وهو ساكت، لا بل يسوق للشر وللمعصية. وهذا والعياذ بالله كل أمة معافى. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بعافيه رب العالمين.